خاص بفريق كرة القدم. لا يعني عندنا مشكلة إيقاف القيد لفريق اليد لحد دلوقتي اللعبة ما تأيدتش. فالأستاذ هاني العتال المرشح على منصب النائب كان في مبلغ 2 مليون جنيه النهارده اتدفع للاتحاد المصري لكرة اليد، وما تواصلنا مع الاتحاد ان المفروض بكره وبعده بالكتير المبلغ هيكون وصل للحساب هيسمع يعني. فالمبلغ مجرد ما يتصرف والاتحاد يستلمه هيتم انهاء ملف القيد بالنسبه لفريق اليد وخلاص بشكل نهائي، كل اللعيبه هيتم قيدها وتشارك. يعني دي مشكله كبيره جدا الناس مش واخده بالها منها. النادي النادي كان متساب خرابه خرابه. ما فيش نادي يا استاذ عمرو حقيقي، ان الالعاب المختلفه كلها كره قدم سله يد طايره. يعني تخيل حضرتك ان فريق اليد المفروض ان هو كان يكمل الموسم بثمان او تسع لعيبه فقط، خلاص ما فيش باقي لعيبه تشارك ولعيبه قديمه وصفقات جديده، كل ده مش موجود. تدخل بعض الزملكاويه بعض الناس اللي بتحب النادي حاولت انها تنقذ الموقف وبشكل نهائي خلاص مشكله فريق اليد هتتحل يعني خلال 24 ساعه بالظبط. دلوقتي مين اللي مرشح نفسه بشكل نهائي لرئاسه نادي الزمالك؟ عرفنا ان كابتن فاروق جعفر مرشح نفسه، مين كمان؟ الكابتن فاروق جعفر مرشح نفسه لرئاسه نادي الزمالك، الكابتن حسين لبيب مرشح نفسه لرئاسه نادي الزمالك، السيده منفذ السيد احمد، عمر هريدي، والاستاذ ماجد فاروق، دول الخمسه المرشحين على مقعد الرئاسه. يعني لو انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، لو الكابتن فاروق كمل، لان وارد ان الكابتن فاروق ممكن من هنا لحد الانتخابات ان الكابتن فاروق جعفر يتراجع عن فكره الترشح لانتخابات نادي الزمالك. لو الكابتن فاروق ما تراجعش فخلاص هتكون المنافسه، مع احترامنا لكل الاسماء والشخصيات، بس خلاص يعني هيكون ما بين الكابتن حسين لبيب والكابتن فاروق جعفر، وبنسبه كبيره ان الكابتن حسين لبيب هيكون حسم الموضوع لصالحه. هي الانتخابات يوم ايه؟ انتخابات يوم 20 اكتوبر. قريب خلاص. يعني قريب، ممكن حضرتك بتتكلم في يعني خمسه، يعني حوالي 40 يوم مثلا والانتخابات تتعمل. بس وارد، انا بقول لحضرتك ان وارد ان الكابتن فاروق جعفر ممكن، لان بعض المقربين من الكابتن فاروق اتكلموا معاه خلاص يعني دعم الكابتن حسين لبيب، ويكون قايمه الكابتن حسين لبيب واحمد كابتن احمد سليمان نفسه قايمه موحده بعد ما احمد سليمان دخل كمان وكله يعني خلاص بالظبط. فالكوره في ملعب الكابتن الاستاذ هاني عصام، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، شكرا لك. خلينا نطلع فاصل.